هذه الكراسي مصنوعة من مادة واحدة فقط، الخيوط البلاستيكية، وهي تبدو كالخيوط غير المنتهية والمحاكة معا لتكون قطعة أثاث عملاقة، قطع مميزة تم تصنيعها بطابعة أبدع فكرتها الهولندي ديرك فان دي كوي، الذي لا يرغب بتصميم أشكال جديدة فقط. ما يهمني هو المادة التي يجب أن تكون مميزة بحيث يمكن بواسطتها إبداع شكل جديد، هذا ما أرغب بتحقيقه كمصمم. على أراضي أحد المصانع 30 كيلومتراً بعيداً عن أمستردام تقع ورشة فان دير كوي ومرسمه وصالة عرضه تحت سقف واحد. هنا توجد أيضاً أهم قطعة في شركته، وهي عبارة عن ذراع آلية يمكنها طباعة جميع قطع الأثاث. كان الفنان خلال دراسته للتصميم أعاد استخدامها بعد أن تم الاستغناء عنها في مصانع السيارات، وطورها إلى أن تمكن من إنهاء أول كرسي بها. في الأشهر الستة الأولى كنت ببساطة منبهراً وسعيداً بنجاحي في إنجاز هذا العمل. كان جميلاً أن ترى كيف ينشأ الكرسي بسرعة رائعة دون أي مراقبة مني، وهذا ما منحني الارتياح أيضاً. يعتمد المبدأ على وضع مادة بلاستيكية سائلة طبقة فوق طبقة إلى أن يتم إنهاء الكرسي خلال مدة تصل إلى 3 ساعات. المادة الخام عبارة عن كريات بلاستيكية مأخوذة من أجهزة برادات قديمة. هذا يشعرني بارتياح كبير. أنا في الواقع لست من النمط الذي يعيش في تناغم تام مع الطبيعة، فأنا أسافر بالسيارة وأدفئ منزلي بالغاز، لكنني أعتقد أنه من الأفضل استخدام المواد المعاد تدويرها إن كان ذلك ممكناً. يبلغ سعر القطع التي يبدعها ما بين 300 و2000 يورو. متاحف في جميع أنحاء العالم مهتمة بالأثاث الذي ينتجه وتعرضه في صالاتها في لندن ونيويورك وبرلين. مصممون هولنديون آخرون يجرون تجارب في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، كيوريس لارمان مثلاً، الذي صمم كرسياً من قطع التركيب البلاستيكية صنعها كلها بطابعة واحدة. ويعمل المصمم بمواد أخرى أيضاً، فذراعه الآلية يمكنها طباعة الفولاذ. قطعة الأثاث الأولى التي صنعها بهذه التقنية اسمها دراجون بنش، أي دكة التنين. تمنح التقنية إمكانية تحويل ما يتصوره المرء في ذهنه من أشكال إلى واقع ملموس وبسرعة. والشيء المميز هو أنك وبعد الانتهاء من تصنيع أول قطعة يصبح بإمكانك تصنيع أشياء أخرى بسهولة فائقة. ونظريا يمكن لأي شخص تأسيس شركته الخاصة التي تعتمد على طريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد. في الإنتاج التقليدي للأثاث البلاستيكي يتم صب البلاستيك في قالب معدني فتنتج قطع متماثلة، على عكس طريقة فان دير كوي التي تكون فيها كل قطعة أثاث فريدة من نوعها. ويمكن للمصمم من خلال الحاسوب تغيير تصاميمه دائما، حيث يقوم برنامج الكمبيوتر بترجمتها إلى تفاصيل رقمية يمكن للروبوت قراءتها وتحويلها. لا يمكنك هنا جعل الخطوط تتقاطع كيفما تشاء، فكل خطأ تقوم به يظهر لاحقا كبقعة داكنة في الكرسي، لذا على المرء وضع خطوط دقيقة مدروسة تماما. لا يعتبر ابن 30 عاما تقنية الأبعاد الثلاثية طريقة للإنتاج فقط، بل مصدر إلهام أيضا. أرغب فعلا في تصميم بيت صغير، لكن ليس بطابعة ثلاثية الأبعاد. نحن نرغب في مواصلة تطوير التقنية بما يسمح أيضا ببناء بيت كامل بها، لكنني لن أفصح عن كل التفاصيل في هذا الصدد. ويسعى ديرك فان دير كوي لأن تكون منتجاته متميزة باختلافاتها.